من حنين. اسمي ديما هايجر. عرفتي عرفته عشان انا كوتش. انا اساسا كوتش ومحاميه كمان. حد من الكوميونتي بتاع الكوتشز كان بيجي علشان يعمل سيشن مع ميرت صاحبتي، كانت قالت لي من 3 سنين انه باباها كان عيا جامد قوي، وقالت لي حاجه ايموشنال فريدم ثيرابي، قالت لي عملت معاه ميراكلز. دخلت على جوجلت يعني على EFT وشفت فيديوهات، فحسيت ان انا عندي كريوزيتي اكتر ان انا اعرف. شفتي الابر الصينيه؟ مش بيغزوا في اماكن معينه كده بس من غير ابر، انت بس بتتابي في اماكن بتريحك، بتريح ستريس، وبتعمل حاجات فيزيكال بتريح جسمك من كل الاوجاع والايموشنز السيئه. الموضوع مش سهل ان يعني انا اشوف الحلقات ديت وبالنسبه لي حاجه عاديه، لا، وانا بطبيعتي اصلا مش بصدق اي حاجه بسرعه، يعني لازم انا اقعد اجربها، ولازم يعني لما اختبر حاجه ساعتها ممكن ابتدي اقول. انا من النوع اللي ما بيؤمنش قوي بالحاجات السبيريتوال عاده، يعني عندي مشكله ان انا اعمل مديتيشن او يوجا او كذا، اقعد على حاجه زي كده، وكنت من بشوف لما الناس بتعمل كده بقول الناس دي اكيد مجانين يعني. الموضوع ده راح خلاص، سقطته من دماغي لغايه ما في يوم انا تعبت السنه دي من حاجات كتير، وبقيت حاسه ان انا قبض على قلبي كده ومش عارفه اخرج مشاعري وفي حاجه غلط، فافتكرت الكلمه دي. بس انا عندي مشكله في ضهري، عندي انزلاق غضروفي، فمش بعرف اقوم. لما باجي بقوم عندي مشكله، ببقى عندي يعني ببقى ضهري مايل كده شويه، بعد كده ببتدي بقى افرد ضهري. قلت كذا مره يعني EFT، فوانا ببقى قاعد لازم كل شويه تيست كده اشوف ايه الدنيا. فبعد ما عملت كذا راوند يعني بالتابينج، جيت اقوم لقيت ان انا بقوم عادي. مش بقول ان الانزلاق ما بقاش عندي، بس بقول ان هو قلل الالم بتاع الضغط بتاع الغضروف على العصب بتاعي. انا ساعات ظهري بيوجعني عشان عندي ديسك، فدايما لما بيجي لي الوجع بتاع ظهري ببتدي اعمل التكنيك اللي ميرات معلمهولي، وفعلا بيقلل الوجع. It works معايا ان انا البين بيقل، وده حاجة بالنسبة لي مريحاني. وانه الناس لما يروحوا عند دكاترة نفسية بيقعدوا يحكوا الماضي كله ويتعبوا من ده، لانهم بيفتحوا فايلز. الميزة في دي انها بتركز عن النتيجة، يعني لو حصلت لك تروما مثلا، دي اثرت عليك نفسيا في ايه؟ انت حاسة مثلا بعدم ثقة بالنفس، حاسة انك غير قادرة مثلا على انك تنجحي في حاجة، او حاسه مثلا بوجع في معدتك، لانه ده ممكن كمان يترجم لفيزيكال بين. هي بقى بتركز على الحاجات دي، بتمسكها الاحساس من التروما دي، بيفضل يخف 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 لغايه لما يروح خالص، وما يروح خالص بتحس انك متحرره. يعني try it، جرب، مش تخسر حاجه.